اهلا بيكم في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا في رمضان. مش عارفة اكون فرحانة ولا اكون زعلانة، علشان العيد جاي بس رمضان هيخلص. بس علموم رمضان هنستناه ان شاء الله في سنين جاية تاني، والعيد لازم نفرح بيه. بس خلاص احنا زهقنا بصراحة من كل الاكل، الصور بتاعتنا مليانة اكلات دسمة كتير. احنا عايزين ايه بقى؟ فول. يعني هناكل فول، وهناكل فول بالطريقة البسيطة جدا وجميلة. أنا مكوناتي أبسط من البساطة. بصوا كلنا تعبانين مش قادرين نقف في المطبخ، أنا عندي فول وعندي طحينة، يعني دولت تقريبا أكتر من ربع كيلو فول، يعني فول قبل ما يتدمس، لما اتدمس بقى بالكمية دي. وعندي كوباية طحينة وعندي ليمون، وعندي ممكن برضو أزود خل، توابلي ملح كمون شطة لو عاوزين. بس الفكرة اني انا هولع على الحلة وهحط فيها حبة مية صغيرة، عشان انا عايزة الفول يبقى لين معايا شوية. ليه؟ لاني هحط عليه طحين. وهنزل بالفول، مرضتش انزل بالفول على طول، عايزة يخف سنة عشان لما احط عليه الطحينة اقدر ايه اتعامل معي. النهاردة بقى عاملة لكم مفاجأة، مش بس هعمل فول، ده انا هعمل فول وهعمل ان شاء الله كمان بتنجان مخلل. طول رمضان مش عايزين ناكل بتنجان مخلل، خايفين لا نعطش كده، خلاص بقى مش هنخاف لا نعطش. فهنعمل ان شاء الله مع بعض بتنجان مخلل، بتهيالي كلكم نفسكم فيه زي ما انا نفسي فيه. بصوا ادي الفول، انا حطيته شوية المية، حطوا شوية المية قبله. دايما الفول لما نيجي نسخنه اول ما نحطه على النار، على ما هو يبدا يسخن الفول نلاقيه شط ولزق من تحت. الحل سخنوا الحله وحطوا فيها شويه ميه، اول ما هتحطوهم وتنزلوا هم هيسخنوا وتنزلوا الفول عليهم، هيفكوا النشا بتاعه الفول شويه، فمش هيخلوه يلزق في القاع، فبالتالي نبص نلاقي الحبه اللي تحت شاطه وبقيه الفول لسه ما سخنش. هي المشكله ان الفول فيه دشا، فالنشا بيبقى لازقه في الحله، فلزقه النشا في الحله ديت هي اللي بتخليه قبل ما يسخن الجزء اللي تحت دوت يحصل فيه ايه؟ الجزء اللي دوت اللي تحت ده يروح يمسك ويعمل ريحة شياط تأثر لنا على كل حبة الفول اللي احنا بنسخنهم. هحط بقى ملح. هعمل حسابي وانا بملح الفول اني انا بملح فول وبملح طحينة. وهحط برضو رشة كمون تقريبا نص معلقة كبيرة، لان كمية الفول دي كبيرة وانا حطها في حلة كبيرة علشان ما تبقاش مزنوقة في الحلة واعرف اقلبها براحتي. انا هحط شوية شطة بصراحة، يعني كلنا نفسنا راحت للشطة، حبة صغيرة مش كتير، تقريبا ربع معلقة، والشطة اللي عندي دي مش حامية قوي، في شطة تفتحوا العلبة ما تقدروش تاخدوا نفسكم. وهصبر على الفول لما يسخن، ريحة الفول أول ما تحط عليه الكمون وتحط عليه الشطة أكتر من رائعة. الليمون بقى ما بنحطوش على النار، إحنا عايزين نحس بفايدة الليمون، ويعني الليمون لما بنحطه على النار غالبا فايدته بتقل شوية. فبما إن الفول كده كده مش محتاج الليمون على النار، يعني مش هيتأثر بطعمه اللي هو خارجي، يبقى نحطه بعد ما نخلص، حتى طعمه بيبان أكتر وبيبقى طازة أكتر. بصوا أنا مش عايزة الفول يسخن معايا كتير، عايزاه مجرد ما يبدأ ألاقيه شقشق كده من الجناب، يبقى في الحاله ديت اخده وابدا اضربه. بصوا انا عندي هنا اهو خلاص بدا الفول يشكشك من كل حته وبدا يطلع من النص، عايزاه بس احس ان هو غلي علشان الطحينه هتبرده شويه. بس عموما الفول بالطحينه بيبقى يعني مش من الانواع اللي عايزه تتاكل سخنه مولعه، هاديه سنه. انا كده هشيله من على النار وهشيل الغطا. هحطه جنبي هنا اهو، وهجيب ايه؟ هجيب الكبه الحلوه بتاعتنا دي، احط الغطا هنا، ونجيب كبشه وناخد الفول. الفول هنا بقى انا بحط له مكون مع الطحينه، مش بس بحط طحينه وليمون وخل، انا بحط له حبه كاتشب.
بيخلوه حلو قوي، بيدوا له كده تسكيره حلوه مع الطحينه ومزازه الليمون ولزعه الخل، يبقى جميل جدا. انا هفضي بقى الباقي من الفول، مش هنسيب منه ولا قطره يا جماعه ولا قطره. بس وهغطي هنا بقى، لا قبل ما اغطي انا هحط كميه طحينه وهسيب حبه. ما تسيبوش حاجه حبه من الطحينه ينزلوا على الجناب لان بيلزقوا، امسحوهم على طول في وقتها. هحط بقى هنا الليمون، حبه ليمون تقريبا عصير ليمونتين او ثلاثه، ونقطة خل مش كتير. الخل بصوا حسب الرغبة، يعني أنا حتى مش كاتباه في الوصفة عشان في ناس بتحب تحطه وناس لأ، بس أنا بحب أحطه مع الطحينة. هو ما بياخدش عشان سخن، ما بياخدش وقت خالص، بس أنا هركنه بالخلاط شوية كده عشان في خطوة عايزة أعملها. ما حبيتش أضرب معاه الأول الكاتشب علشان مش عايزة الهواء بتاع الضرب يضيع لي لون الكاتشب، فهحط دلوقتي شوية كاتشب عليه كده. وهشيل السكينة بتاعة الخلاط. خلوا بالكم من سكاكين الخلاط يا جماعه والحاجات دي، بالراحه على نفسكم وانتوا بتتعاملوا معاه. وهقلبه، هيبدا بقى الفتحان الجامد اللي خده من الهواء يروح. هي ليها يعني انها بتضيع الفتحان الجامد وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو قوي. هجيب بقى حبه الطحينه اللي انا سبتهم هنا وهحط عليهم حبه خل، يعني هعملهم سلطه. وهحط عليهم حبة ليمون، وهحط عليهم نقطة كاتشب والملح. مش كتير. وكمون. وهقلبها، هعملها طحينة، سلطة طحينة، علشان نحطها على الوش برضو، يعني تبقى الفول مهروس بس على وشه كده في طحينة، ونزينه بالكاتشب. طول ما الواحد شغال في الطحينة يبص بقى يلاقيها ايه، عمالة تخرج منه من كتر ما بنضرب جامد. انا بحب اضربها جامد كده. وبصوا بقى انا هنا اهو مش هخففها قوي، بس هي عايزه نقطه خل كمان، مش هديها ميه عشان انا عايزاها تبقى سميكه مع الفول، تدي طعم حلو قوي. بس كده كنت بجيب الطبق الحلو ده بقى عشان نغرف فيه الفول بتاعنا. ممكن بقى ايه نغرف في اكتر من طبق لو احنا عاوزين، بس هنحط برضو، بصوا كل مكوناتنا هنحطها جوه الخلاط. هحط هنا كمية الزيت وهقلب. الفول المهروس دوت يعني له ناس اللي بيحبوه. بس وهنحط بقى، بصوا لون الفول جميل ازاي، من اللي دوت من ايه ده، من حبة الكاتشب اللي اتحط. حط شوية زيت على الطحينة في الاخر عشان يلمعوها. طالما حطيتوا زيت كونوا حذرين وانتوا بتقلبوا الطحينة عشان بتروح ناطرة الزيت، خصوصا لو تقيلة. انا مش عايزاها خفيفة عشان ما تخففليش الفول. هنحط بقى حبة في نص طبق الفول كده اهو.
انا عايزاهم بصوا يعني هما طبيعي هيروحوا ساقطين لجوه. نروح حاطين حبة كمان، انا كده بعزز طعم الطحينة فيه وبديله بقى طعم السلطة. يعني هنا كده هنبص نلاقي ايه، فيه طعم سلطة الطحينة. مش احنا حاطين جوه كاتشب، هنحط بقى بره ايه كاتشب. بس ساعات كده ازازة الكاتشب لما بنخليها بتروق ننزل حبة الاول بره. بصوا هعمل ايه، هعمل كده بقى. وهجيب بقى سكينة وهروح ايه كل الحاجات اللي عملتها دي احركها. بصوا بقى بتدي اشكال حلوة ازاي، بتبقى مندمجة ومختلطة كده هوت مع الطحينة، واشكال عشوائية. يعني نعمل زي ما يجي معانا. وبصوا بقى طبق الفول بتاعنا جميل ازاي. انا هسيبكم واطلع فاصل صغير، هحمر البتنجان عشان اجي اخلله معاكم. استنوني.